أين وصلت روسيا بأسلحتها؟ بين مدة وأخرى تستعرض روسيا تفوقها في إنتاج الأسلحة الذي تتنافس فيه مع الغرب لتؤكد أنها تعتزم الإبقاء على معدل نمو الأسلحة مرتفعاً. فما الأسلحة الجديدة التي عرضتها موسكو في منتدى الجيش؟ البداية مع بندقية كلاشينكوف AK-19. فبعد 7 عقود من إنتاج بندقية كلاشينكوف AK-47 أخطر البنادق الهجومية والأكثر انتشاراً في العالم، تم عرض نسخ جديدة مطورة منها وهي بندقية AK-19 التي تختلف عن غيرها بأنها تستخدم طلقات عيار 5.56 ملم، ما يمنحها دقة أكبر بإصابة الهدف، وتتميز بأنها أخف وزناً إذ يصل وزنها إلى 3.350 كيلوغرام. أما طول السبطانة 415 ملم وسعة المخزن 30 طلقة، في حين يصل معدل الإطلاق إلى 700 طلقة في الدقيقة. ثم جاءت مدرعة الإزميل المسيرة، وهي مدرعة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد، رباعية الدفع ومصفحة، مجهزة بمحرك بقوة 350 حصاناً يمكنها من الحركة بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، قادرة على تقديم الدعم الناري لمختلف القوات العسكرية خلال العمليات الهجومية، وتستخدم في نقل المعدات والذخائر ونقل الجنود المصابين وأيضاً الطائرات والآليات المسيرة. زورق مسير هو زورق هجومي يعتمد على القيادة الذاتية، مزود بمحرك كهربائي ومحرك هجين قادر على حمل صواريخ ومدافع رشاشة، يستخدم كسلاح مضاد للطائرات بدون طيار، مجهز بنظام توجيه ذاتي بخوارزمية العودة إلى القاعدة، وفي حالة اعتراضه من قبل العدو يستطيع ضرب الأهداف المعادية بصواريخ أو بمدفع رشاش ثقيل، كما يمكن توصيل 6 قوارب بلوحة تحكم واحدة بنفس الوقت. مركبات تايجر داش إم المدرعة نسخة متطورة من مركبات تايجر القتالية، تم تصميمها لنقل الأفراد والعتاد العسكري وتركيب الأسلحة. أتت النسخ الجديدة بتصفيح إضافي للهيكل والأبواب، وتم تسليحها برشاشات وقاذفات صواريخ وقاذفات قنابل وعجلات مقاومة لانفجارات الألغام الأرضية. مركبات سبارتاك زودت بمدافع ومنظومات مضادة للأهداف وهيكل جديد مصفح للحماية من الرصاص الخارق للدروع، وأيضاً حماية الطاقم من تفجير أي عبوة ناسفة يصل وزنها 6 كيلوغرامات من مادة TNT تحت عجلة المركبة. وأخيراً مسيرات لانست الانتحارية، هي مسيرات محصنة تماماً يصعب اعتراضها. تتميز النسخة الجديدة ببساطة الاستخدام والاستقلال التام عن أي وسائل يمكن أن تؤثر عليها، تحمل ذخيرة شديدة الانفجار أو ذخيرة جوفاء، وتستهدف الرادارات والمدرعات ومراكز القيادة. برأيكم هل يمكن لهذه الأسلحة أن تؤثر على مجريات حروب روسيا؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا كي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.